أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول أبو عبد الله أسأل عن معنى حديث وإسباغ الوضوء على المكاره، ما هي المكاره؟ المكاره المشاق، مكاره المشاق، كان يكون الوقت باردا فيشق الوضوء على الإنسان. وفي الحديث إسباغ الوضوء في السبرات، يعني وقت البرد. الله أكبر. المسلم يصبر على الوضوء وإن كان يمسه شيء من البرد بسبب ذلك، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. نعم.